هذه أول سباق اللي دخلنا فيه في هذه المنافسة، منافسة البحر الأبيض المتوسط. كان سباق صعيب، الدراجين اللي جاوا عندهم مستوى عالي، دخلنا توب 10 مع الدراجين هذوما الحمد لله. كنا حابين نديروا ميدالية لكن الظروف اليوم ما ساعدتناش، العشية نشوفوا التحاليل علاش حاجة اللي مشات حاجة اللي ما مشات، وإن شاء الله فيها خير في السباق اللي يبقى نهار لدو إن شاء الله، إن شاء الله يكون فيها خير إن شاء الله. في ألعاب البحر الأبيض المتوسط نتكلموا على مستوى عالمي وأولمبي، في رياضيين اللي راهم هنا يعني في رياضيين كلهم رياضيين محترفين وشاركوا في دورة دولية، نظن أنه الرياضيين تاعنا قدموا الأداء المنتظر من عندهم، وإحنا يعني تكلمنا منذ البداية أنه لدينا ميدالية تاريخية واحدة في السباق على الطريق، كان في 2013. السباق على الطريق راح يكون يعني يوم الاثنين، العناصر الوطنية عفوا محفزة وجاهزة باش تقدم نتيجة إيجابية إن شاء الله.